السلام عليكم خاوتي، جيسبر كو راكم بيان. في هاد لا فيديو ان شاء الله راح نهضروا كيفاش تكون القرايه في السوماس، يعني كيفاش نقرا، كيفاش السيستم تاع القرايه دون ان سوماس. بون، شاك سوماس فيه ان نومبر تاع لي موديول. قلنا موديول هو لا ماتيير، الماده اللي تقراها، معنا عدد معين من لي موديول. هاد لي موديول كيفاش مرتبين؟ مرتبين دون زونيتي دونسينيوم. هاد لي زونيتي دونسينيومون كيفاش هما؟ معناتها عندنا زعما نقولو مواد ثلاثة ولا نجمعوهم في وحدة، هكاك زوج مواد واحد اخرين نجمعوهم في وحدة واحدة اخرى. على اي اساس يختاروا هاد الوحدات؟ بون، عندنا وحدات اساسية لي زونيتي فوندامونتو، عندنا بار اكزومبل نقولو يونيتي ترانسفيرسال اللي يكونوا فيها جينيرالمون لي لونغ اكسيتيرا. تما يخيروا وحدات ويحطوا فيهم دي موديول هكا. ديك باغ اكزومبل نتايا كي تجي تقرا عندك سيماس تاعك، عندك تكون عندك لونيتي فوندامونتال هذيك الاولانيه فيها نقولوا دو موديول، هذوك لي برينسيبو ولا هذوك هما اللي يكونوا عاليين اللي لازم تطلعهم بيان. وما تجي يونيتي واحد اخرى بالك فيها موديول ماشي يكون كويفيسيون تاعو صغيره شويه ويا رايحه. دوك هكا تفهمنا باللي لي موديول يدخلوا داخل دي زونيتي دونسينيومون. هاكا شاك موديول يكون عنده ان كور، هادي لي تما حاجه برينسيبال، يكون عنده الكور. الكور وشنو هو؟ هو محاضره تقراها داخل لونفي، تقرا ساعه ونص داخل لونفي، هذا هو الكور. يكون الكوتي تيوريك ديالك، ما فيش لي زيكزارسيس ولا، يجي يعطي لك القواعد من الاخر في ساعه ونص، هذا هو الكور. بون، كاين دي موديل تاني فيهم لو تي دي. لو تي دي وشنو هو؟ لو تي دي هو درافو ديريجي، تما راح تكون تحل لي زيكزارسيس. اي شاك موديل عنده كويفيسيون، عنده المعامل ديالو. كاين دي موديل اللي يكون الكويفيسيون تاعهم كيما نقولوا طالع، هادوك اللي يقولوا لي موديل برينسيبال، هادوك زعما كيما نقولوا في ماتي انفورماتيك عندك ان موديل اسمو اناليز، هذا موديل كويفيسيون تاعو بزاف طالع. عندك دي موديل واحد اخرين اللي يكون كويفيسيون تاعهم هابط كيما نقولوا بالك لونغ اترونجير كيما نقولوا اونغلي ولا، تلقى كويفيسيون تاعو واحد بك، هذا ما كان. تما انا شفنا بلي ان موديل يكون عنده كويفيسيون. وكيفاش تحسب لا نوت تاع الموديل؟ لا نوت تاع الموديل مقسمه، شاك موديل قلنا بلي فيه كور تي دي ويقدر يكون فيه تي بي. نحكو كوتي اللي فيهم زعما نقولوا كور وتي دي. الكور عندو ان اكزامان جوزو، ان اكزامان تاع الكور جوزو يدي 66% ولا 60% من لا موين جينيرال تاع الموديل ديالك. هو هاكا هاديك يدي 66% ولا 60% من لا موين جينيرال تاع الموديل ديالك. وعندك تي دي، تي دي يدي 34% ولا 40% من لا موين جينيرال تاع الموديل ديالك. تما عندك يحسبولك شحال ديت في الكور بلوس شحال ديت في التي دي. قولوا انت زعما ديت في الكور نقولوا ديت في الكور 12، هذيك 12 في ليكزام تاع الكور يحكموها يضربوها في 0.66 ويحكموا لا نوت تاعك تاع التي دي بالك ديت 14 ولا، يضربوها في 0.34 ويجمعوهم تخرج لا نوت تاع الموديل ديالك. هكا تحسب لا نوت تاع الموديل. إذا كان موديل فيه تي بي بيان سور يحكمو تاع تي دي بلس تي بي يقسموها على زوج ويضربوها في 0.34 ونفس البروسيس كيما يقولوا يزيدوا لها لا نوت تاع ليكزامان في 0.66. ما تفهمنا هكاك كيفاش تحسب لا نوت تاع الموديل. شاك موديل كي تحسب لا نوت ديالو تتضرب في الكويفيسيون ديالو بيان سور، ومن بعد يجمعوا الجينيرال كيما نقولوا لي نوت تاع لي موديل ديالك كاع ويقسموهم على المعامل العام كويفيسيون جينيرال لي نومبر تاع اسمو لا سوم تاع لي كويفيسيون تاع لي موديل اللي عندك. هكا تحسب لا موين تاع السيمستر. الا طلعت لك 10 راك فاليديتو، سينو ما فاليديت السيمستر ديالك. بون، في هاد لا فيديو رانا شفنا كيفاش تمشي القرايه في السوماس. عندنا دي موديول، لي موديول يكونوا داخل دي زونيتي دونسينيومون، شاك موديول فيه كور تي دي، الكور كوتي تيوريك
و تي دي تحل فيه لي زيكزارسيس. ثاني كاين حاجه مهمه، الكور يتقرا في اونفي، دونك لازم يكون لو نومبر تاع لي زيتيديون كبير. هذوك لي زيتيديون يكونوا مقسمين بار دي سيكسيون، شاك سيكسيون فيها نقولوا بالك 100 ايتيديون، 200 300 على حساب لونيفرسيتي. مي تي دي، تي دي قلنا نحلوا فيه لي زيكزارسيس، تما لازم يكون لو نومبر تاع لي زيتيديون قليل باش نقدروا نفهموا. تما تي دي ما يتقراش في لي زونفي، يتقرا في لي كلاس كيما كنت تقرا في الليسي في لي كلاس، يتقرا تي دي في لي كلاس. وتكونوا مقسمين شاك سيكسيون هذيك اللي تقرا في الكور تكون مقسمه لدي جروب وتقراو في تي دي. هذه هي هكا تصرا القرايه بوندون لو سيمس. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وتبعوا معنا لي فيديو الجايين ان شاء الله، نزيدوا نشرحوا بيان سور. والسلام عليكم.